مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الجولة التي سأخذكم بها بإذن الله تعالى من داخل سوق السمك بالعاصمة طرابلس. هذه البداية اليوم مختلفة بعض الشيء نظرا للازدحام الشديد جدا داخل هذا السوق. نحاول من خلال هذا اليوم الاطلاع على آخر أسعار الأسماك وكذلك أيضا على الوضع الاقتصادي لدى المواطن، لأن دائما ما الأسواق هي لتكون المرآة العاكسة على وضع المواطن، خاصة مع زيادة أو انخفاض سعر الدولار في الأشهر القليلة الماضية. ربما ناخذ بعض المواطنين. السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا وسهلا بك. طيب طيب عبد الرزاق. طيب إن شاء الله بخير. عبد الرزاق الغرياني من سكان طرابلس. أهلا وسهلا بك. اليوم طبعا نقوم بجولة داخل مدينة طرابلس لداخل الأسواق وخاصة أسواق السمك. اليوم طبعا يوم مشهود، وأعتقد أن كل طرابلسيين أو سكان طرابلس هم كلهم هنا في هذا المكان. أنت تعرف أن المدة الماضية كانت هناك شح في السيولة، نسبيا السيولة توفرت في أغلب المصارف الليبية مع بداية الأسبوع هذا. الأسعار ربما تكون في متناول الجميع، هناك تفاوت في الأسعار بين أنواع السمك الجيد والشعبي وذو الاستهلاك اليومي، ولكن أعتقد أن كل شيء تمام. يعني الحركة هذه جو زحمة، حتى لحظنا حتى ممكن ربما في حركة السير زحمة شوية، زحمة في حركة السير. بالنسبة لبلدية طرابلس هنا أعتقد أن في بعض الشوارع قد تم قفلها لإعداد الصيانة والنظافة، منها شارع الرشيد، جزء من شارع عمر المختار، بعض الصيانات الأخرى التي تجرى على المحلات وعلى المساكن، طلاء باللون الأبيض وكذلك اللون الأزرق اللي أعتبر الأزرق الفاتح لون السماء ولون الحب. لا أظن أن هناك مشكلة. أنا أقول أن كثرة رواد الأسواق الشعبية، هنا المؤشر دائما احنا ناخذه في جولات الأسواق في سوق السمك في سوق الخضار. يعني شنو وضع المواطن الآن لمتى هذه حسن؟ أنا أقول أن وضع المواطن في تحسن، والتحسن هذا تحسن مستمر. قلت لك أن هي مشكلة سيولة، كانت مشكلة سيولة في البنوك، الآن سيولة توفرت وبشكل يعني نسبيا ربما في المستقبل يكون أكثر الإقبال على أكثر حتى من طرابلس. دائما مزدحمة، دائما شوارعها مزدحمة دائما، وخاصة يوم الجمعة الناس في عطلة رسمية أنت تعرف، هم يتجولون في الأسواق لاقتناء حاجاتهم. الحمد لله دائما إن شاء الله. نقول بإذن الله تعالى ليبيا في خير، وبإذن الله تعالى من أفضل إلى أفضل بإذن الله إن شاء الله يا رب. شكرا إن شاء الله. يلا ممكن ندخل إلى السوق ونأخذ الأسعار. السلام عليكم. صباح الخير. أمورك طيب إن شاء الله. صحتك بخير. بارك الله فيك. صحتك بخير إن شاء الله. لو سألنا أنت سألت على الأسعار ولا ما سألتش؟ والله كيف وصلت؟ باي تمام. بنسأل الموضوع يعني الزحمة اليوم نشوفها في السوق، شنو السبب؟ يعني هل ممكن توفر سيولة في المصارف؟ شكلها هيك. ما عندكش معلومة يعني؟ والله ما عندك. تمام. يعني أنت إذا كان عندك فكرة على موضوع الازدحام، هل ممكن السيولة تكون لها دور يعني أكيد بتكون الأمور السيولة لها دور كبير في حركة السوق أكيد. إن شاء الله تكون أمور خير من هيك. إن شاء الله يا رب إن شاء الله. شنو ناوي تشتري أنت اليوم من السوق؟ والله نشوفه على السوق وعلى التسعيرة وعلى السوق. طيب إن شاء الله. شكرا جزيلا لك. مشكور إن شاء الله. مشاهدينا الكرام ربما ندخل ناخذ الأسعار. السلام عليكم. وعليكم السلام. أخبارك طيب إن شاء الله. مرحبتين. أمورك بخير. الحمد لله. صحتك طيبة إن شاء الحمد الله. الحمد لله. بارك الله فيك. كل الأسعار في السوق اليوم، شو رأيك في الأسعار؟ لا الحمد لله رب العالمين. شنو الحاجة اللي أخذتها اليوم؟ أخذت وراثة. أخذت وراثة. السعر قديش كان اليوم السعر؟ والله قال بـ20. 20 دينار كيلو. طيب ان شاء الله شكرا جزيلا لك. ست صلاح السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مبارك طيبه. جزيره مباشر نسال على جوله الاسواق وايضا حال المواطن في هذه الايام. يعني دائما الاسواق هي اللي تعكس وضع على المواطن يعني اقتصاديا ماديا. يعني لو تحدثنا عن الاسعار في سوق السمك وايضا يعني الاسعار انخفضت، يعني بعض الاسماك اللي كانت ب 45 الاسبوع اللي فات الآن ب30. وشوف الزحمة، وبتعرف السوق هذا كله كاش ما فيش بطاقات. على هذا الأساس أنا ما عادش عرفت أنا أزمة السيولة وين. يعني وإلا بعض الناس عندهم أزمة سيولة وبعض الناس ما عندهمش.
طيب لكن هل الزحام هو يعني الاسواق كلهم بصفه عامه، احنا ما ناخذ مره في جوله في سوق الخضار والفواكه، مره في سوق السمك، لاحظنا الاسابيع الاسبوعين الثلاثه اللي فاتوا عدد كبير جدا من الناس يعني تزور الاسواق، يعني شنو شيء يعني غير السيوله تجعل المواطن ربما يطلع الاسواق وحتى الازدحام الشوارع؟ شوف ازدحام الاسواق يعني دليل ايجابي بتاخذه، هناك ربما سيولة أفضل في السوق، أسعار أفضل، وربما أمن أكثر تشير، هذا هو ما يدل عليه ازدحام الأسواق. طيب هل تتوقع أن لربما المواطن إذا كان ينقص عليه ستريس الآن من مثلا توفير السيولة من كذا، هل تتوقع أن ربما حتى الوضع السياسي في ليبيا مع الوقت يعني تذهب إلى ربما انتخابات؟ شوف الوضع السياسي والأمني والاقتصادي هي أجزاء مترابطة ومتكاملة، كل منها يؤثر في الآخر، وعلى هذا الأساس أعتقد أن لازلنا مبكرا في هذه المرحلة، ولكن ربما يحصل تحسن السنة القادمة إن شاء الله. طيب إن شاء الله. شكرا عزيز. مشكور إن شاء الله، شكرا جزيلا لك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. طيب إن شاء الله. أمورك بخير. والله بخير. شريت ولا مازال ما شريت؟ والله كيف خشينا كيف قلنا بسم الله. باي تمام، يعني شيء اللي خلاك تجي، هل تجي بشكل أسبوعي؟ عفوا لو سمحت تجي بس مش خلوا المكان. اللي خلاني نجي لي هلبة ما خديش حوت، وكيف قبضنا؟ اها جينا طوله كويس. يعني انت من اما مصر في تحديد الوحده؟ الوحده. وفي هل في توفر للسيوله اللي مات اللي فاتوا؟ يعني الاسبوع اللي فات هو باي يعطوا ب 1000 جنيه 1000 دينار. ايه بس الازدحام على المصارف، هل في ازدحام يعني هلبة على المصارف ولا ما فيش ازدحام؟ هلبة يا راجل، الشعب الليبي كله جعان يا راجل. قداش يعني ساعه يعني حوالي مش وصلت في الليل؟ وقفت الساعه 2 الليل. لا الظهر. ظهر 10 في الليل. طيب ان شاء الله. طيب ان شاء الله شكرا. انا جينا بيه من الحوت هو. وش اللي ناوي تاخذ انت اليوم من السوق؟ والله اللي يصير فيه النصيب. طيب ان شاء الله شكرا جزيلا لك. ربي يخلي لك ابنائك ان شاء الله. تفضل. السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته، جاي تشري اليوم؟ ايه. شنو عندك نية تشري؟ قرنيطة ولا؟ قرنيط حبه. طيب ان شاء الله شكرا جزيلا لكم. شكرا مشاهدينا الكرام، ربما ناخذ ايضا احد المواطنين، ربما نسال المواطنين عن هذه الاسعار اليوم. السلام عليكم. السلام الله بارك. طيب ان شاء الله. شريت مازال قاعد اشري. تمام. اللي بنسال عن موضوع الاسعار يعني ملخبط مازال، كيف انت خشيت انا؟ طيب ان شاء الله ربي يعينك ان شاء الله. السلام عليكم. السلام بالله. اخبارك؟ فيك الصحة؟ الله تمام ان شاء الله. الكاميرا غادي. لا تقول معك على طول ان شاء الله. غالي اخذ اللقطات. نسلم موضوع الاسعار، شنو شريت اليوم؟ وانا اخذت سردينة ومزيد ترين ان شاء الله. سردينة على قداش اخذتها اليوم؟ 10. 10. نسلم موضوع الاسعار، هل في نقص في الاسعار؟ هل فيه يعني نزول في الاسعار ولا الاسعار قاعدة غالية شوية؟ يا ودي المدة هي ماشية ان شاء الله خير. في ان شاء الله خير. الازدحام اللي صاير في الاسواق بصفه عامه، شنو تتوقع السبب بتاعه؟ لا شارع الرشيد مسكر بس. لا نحكي شارع الرشيد مسكر دوا. يعني كان في سوق حوت بالضبط هنا يعني. طيب ان شاء الله. تفضل. شكرا جزيلا لك. السلام عليكم. ممكن ناخذ منك الاسعار لو سمحت؟ شنو اخبارك؟ امورك طيبه؟ بحيث ان احنا تعطينا الاسعار السمك اليوم. اسعار باي متناول الجميع. شنو هي مثلا؟ اعطيني الاسعار. عندك مغزل 18 وكحله 15، مرجان 22، ويرات 20، دوت 20، فروش 35، قاروز 30، ارزام 20. يعني انت كبايع هل تحس ان الاسعار ناقصه اليوم؟ يعني في نزول في الاسعار اللي ما تهدي؟ والله في على الاسبوع اللي فات الحق فيه. شنو السبب؟ والله كثرة الحوت. في حوت قص الحوت يغلى، الحوت قصدي كاتر يرخص. أكثر حاجة ياخذوا فيها الناس شنو هي؟ أكثر حاجة عندك حوت شعبي زي السردينة كوالي، قصدي الحوت المعروف. حكينا عن الحوت الغليظ مثلا زي الوراتة، زي مثلا الدوت. في فروج؟ في فروج تو عندك سوقها ماشي، لكن اليوم عندنا كرزين شوية احنا. دوت ماشي أمور على 20 ماشي يا ماشي أمور. شكرا جزيلا. عفوا بارك فيك. حاج كيف حالك يا حاج؟ الحمد لله. ايش حالك؟ بحكي كلمه لو سمحت. خير ان شاء الله. اخبارك طيبه ان شاء الله. الحمد لله. احكي لنا على موضوع الاسعار اليوم يعني في السوق،
شو رايك في الاسعار؟ هل الاسعار يعني كويسه او في لا غاليه؟ غاليه شويه غالية. يعني زي شنو الحاجات الغاليه اللي لقيتها اليوم؟ كلها تو عندك الكوالي ب 17 معقوله ما تجيش 17 كوالي 17 كيلو قداش في العاده كان الكل 12 13 يمكن هيك، لكن بالنسبه لتو اليوم هذا 17 الكوالي كيف؟ انت تجيب بشكل دوري للسوق ولا ديما نجينا ديما اكثر حاجه تاخذ فيها ديما ناخذ في البوكا حقك البوكا البوكا لما البوكا تعجب تعجل ايوه طيب ومن المسألة نفسها موضوع الوضع يعني هل في سيوله متوفره في المصارف؟ هل المواطن يعني بزحمه ربما عمك الحاج كان يخطف المصرف لكن قعدت خلاص هي تو بالنسبه لي تو معقوله داروا لنا 1000 دينار يعني معقوله يعني كان هيك تستمر بها هيك طيب ان شاء الله شكرا جزيلا لك مشاهدينا الكرام يعني مع الازدحام يعني صعب الحركه في هذا السوق كانت هذه كانت جوله اخذناكم بها من داخل سوق الاسماك في مدينه طرابلس سوق باب البحر الاسماك في مدينه طرابلس حول اخر دورات الاسعار وايضا الوضع الاقتصادي للمواطن نلتقي بكم باذن الله تعالى في جولات اخرى السلام عليكم ورحمه الله وبركاته